السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب صبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة. رجعنا بنكمل خطتنا وفيديو اليومي يلي رح ننزلكم اياه بشكل مستمر ان شاء الله، بس ولكن نعتذر عن شوية المشاكل اللي عم بتصير معنا، يعني شوي انه تأخرنا كذا. تعرفوا انتو ما تدققوا، ما تدققوا، انتو جماعة كويسين وتحبوني، بعرف هذا الاشي. طبعا اذا عجبك الفيديو ما تنسى تحط لنا لايك، لانه هذا الشيء لازم انا اقول لك اياه في بداية كل فيديو، ليش ما بعرف بس لازم اذكرك فيه، وانت طبعا متابع مثل اي انسان مثل حكايتي، حتى انت ما بترد على هالكلام وما بتحط لايك ولا بتحط اي شيء. المهم انسى الموضوع، بدك تحط لايك حط، ما بدك تحط لايك على راحتك، بس المهم شوف الفيديو تمام وقل لي لساني انت وصلت، يعني تحت التعليقات اكتب لي. تمام، الهدف هو عندنا المليون. هلا نحن رجعنا كسر 500 دولار، الله يسهلنا، اقسم بالله العظيم يوم نطلع 500 ليره يوم ننزل 1000 ليره. اي والله العظيم ما هي حالي هي. طبعا هون احنا ماسكين كذا عقد لنوصل المليون، والله شكلنا على السحب. اي والله العظيم ما حنطول. طبعا اليوم شوي هيك جهجه الضوء شوي، امبارحه كان كثير عتمه ما كنا نشوف شيء ابدا صراحه، والله ما كنت اشوف شيء ابدا. طبعا هون تراكتور، رح اشتري تراكتور ثاني مشان نشغل اكثر، يكون دوليبه ارفع شوي، او هذاك عندي برفعه مش شلون ضبطه يعني بتعرفوا انتو. والله يا معلم شكله في عندنا مشكله، انه يمكن 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 انه هاي الارض ما عاد تزبط، تأخرت عليها، يمكن هذا الاشي. شقد رقم الارض اللي انا بشتغل فيها؟ رقم 6 لايكا. كومبليت خالص تمام. طبعا ما راح اسوي لك كولكت، انهن سويت كولكت بدها تروح الماكينة، ما نروحها. طبعا هون الارض 27، مين عم يشتغل بالارض؟ بيحرث هني تمام. ايش الارض اللي ضلت عندي اشتغل عليها هلا؟ عندي هدول ارضين تمام، ذكرت لازم هلا اجيب الماكينه اروح اعبي اعبي اللي ضل هون شوي، ضل فيها شوي اعبيها واروح. يس تذكرت وانتو. انا والله تذكرت بس توني تذكرت، يعني ما صار شيء متذكر صراحه. ايوه هيك زلي مش عم يلوح حل تراكتور على على الطريق، مع انه هو هيك عم يلوح. ناقص 800 صرنا، والله عم ننقص معلم، عم نخسر. الله يصلحني، ضروري نفتح هيك مشاريع على حالنا. طب ليش هيك الضوء صار عم يضرب لقدام؟ كان اول ما يضرب لقدام يا الله. هيك احسن، مو لانه ما بتحس انه حتى النظاره بحس انه الضوء فوقي، فهيك تحسه فيلم رعب عم بتشوفه خوفه، بعدين بتخافوا وانا ما بدي اكون بتخافوا لانه بعرفكم بتخافوا. هلا وين صارت من ورا؟ ما باين من قدام، والله نسيت يا معلم. ايوه لا والله من ورا فاضي معلم، التعبين من قدام في. ايوه والله عم تعلم شغلات. ايوه معني صار لي زمان بلعبها بتذكر شغلات جديده. ايوه طلع في هون خط بالنص انه الصندوق شقد فيه هلا؟ صفر. يعني هاي ندير لقدام شوف شو عم يصير. شوفوا هلا، شوفوا وينها؟ ها هي شوفوا، راح ابيها من ورا شوفوا. ها شفت شلون؟ بلش تعبي، 6 7 خالص 7. تعال هلا وين بدنا نكمل طريقنا؟ إلى الجنوب الشرقي. نايس ونايس. شلون ناقص 7 صارت؟ والله صار فيه 700. صار فيه 700، هذا مضبوط ضل فيه 700 هذيك. ايوه بعدين 9400 لتر. ايوه طيب شلون قدمنا نشوف شقد فيها؟ والله يا معلم بدها شغل. وين الارض هي صارت 27؟ نعم لفينا من ورا. لا والله مضبوط هذاك القطار لازم نجيب من هون. شغل غماز، لف على اليمين، اطلع سيوي. طبعا الغماز بتشغله بزر رقم 3 ورقم 1 ورقم 1 يسار، غماز يسار و2 رباعي
وبترجع تكبس الزر نفسه برد برد بيطفي، يعني شغله عكسه بطفي، بس المساحات يعني هيك يعني نسيت. أو لا لا طبعا هو ما في قواعد مرور حتى تشغل عليها يعني، بس يعني وجب التنبيه. يب معلم، بس ازع هيك اسع هيك اسع هيك، لازم تقوم من هون لان اذا ما دخلنا من هون ما في طريق بعدين خالص. الاف خلص خلينا نقص هاي الزوايد اللي ضليت. نايس نايس، بس خلينا نشيل هدول الشقفتين ثلاث شقف اللي ضلوا ونروح نستلم لنا مشروع جديد. طبعا اكيد ما راح نسلم التراكتور، يعني اكيد انا مستاجرها، انا دافع حق المصاري، شو انا رجعني يعني. طبعا اذا في حدا شخص بده يسالني شلون عم برفع هاي وانزلها، حرف البي بس، يعني وقتنا اخلص ارد اكبسها اخلص ترفع، برد اكبسها بتنزل بتشتغل، تمام، برد ارفع حرف البي، تمام، البي او البي حسب شلون تحط الفزور فزور. المهم هو حرف الاو اللي هو بيفتح الايد اللي انتم هلا شايفينها بفتحها، تمام. يا رب العالمين، يا الله، يا رب، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا رب. عم ننزل الرزق. طيب حلو، بأنه خلصنا هذا العقد بدك تعتبر انه خلصناه تقريبا. هون 15 لسه ما اشتغلنا، 21 لسه ما اشتغلنا، ب 22 بلش يشتغل، 24 عم بيشتغل. طيب حلو، طيب بأنه خلصنا الارض رقم 27 يعني حنسلق من الماكينات خالص، يعني بدنا نشتغل مشروع ثاني، فخلينا ندور على حد يحتاج حصاده. الارض 25 ب 1000، لا اوه هي ممتازه معلم، اجرتها 8000 ليره، شغلتها ساعتين. موافق، روح. أنا أرض رقم 13، وين أرض 13؟ الأرض 13، بس ما تقلي بعيدة يا معلم. آه جم أرضي، شو بدنا نطلع لها؟ يا معلم بدنا نطلع هيك، والله فيه طول الطريق شوي، طبيعي طول. طيب معناته لازم منفك أول شيء التريلا، شنو منفكها؟ منسكر الأكس، تمام؟ بعدين بنكبس اكس مشان ينزل اجرين الراس تطب على الارض، تمام. بعدين في نوطي، بعدين كيو نفصل، تمام، هيك فصلنا. طب احنا نرد نكبس اكس مشان تسكر الراس، تماما شايفين؟ طبعا راح اوصلها وبعدين ارجع اكمل اخذ هاي للارض، تمام. او طول بقى، خلينا نشوف هاي الارض 27 وين التفريغ لازم يكون. بس على طريقي بخلي الحقني، بده نروح نفضيله وين؟ ترانس كومباني، كومباني بروسج بروغوس، وين هي كومباني بروغوس؟ اوه والله على طريقي معلم، يعني اجباري بدي اطلع بالترابية، معناته خلي الحقني، معناته خلي يلحقني. لا
شلون كان يلحقني؟ نسيت. وامي وامي والله شكله الفولمي مو شغال مع النيم، بس مو شغال مستحيل. إن عن حظك انت كمان فضيتي. يا الله الله، وقت تفضي انت، انت ايش صار معك معلم؟ انت والله شغلك ذهب، والله انت ذهب الذهب يا معلم. انت ايش وضعك؟ انت كمان ذهب عم تشتغل وكمل شغلك. طيب رح نكتفي لهذا القدر، او خليني او رح نكتفي لهذا القدر. الفيديو الجاي رح نجيب لهون اسمه هذا المبيدات الحشرية بنجيب له، ورح ناخذ هذيك الماكينة نوديها لاني بدي اشغل مود الفول مي لاني ماني مشغلهم. فلذلك رح ننهي هذا الفيديو لهون. بس شكرا لكم للمشاهدة وشكرا لاستمتاعكم، واذا عجبكم الفيديو قيمونا بلايك، ما عجبكم قيمونا بالدسلايك. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.